إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سبحانه وتعالى يدبر الأمر. شوف كلمة يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. آية مليئة بالعظمة، عظمة الله عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله أعلم إيه المقصود بالستة أيام، مقدارهم قديم ما نعرفش. تقولي مش المقصود اليوم اللي هو 24 ساعة؟ الله أعلم، لأن اليوم إحنا بنقدره إزاي؟ مقدار دوران الأرض حول نفسها، ده كده يحدد اليوم. ومقدار دوران الأرض حول الشمس بنحدد بها السنة. طيب ما أصلا قبل خلق السماوات والأرض لا كان فيه شمس ولا كان فيه أرض أصلا، إنما هي نسبة أو عدد من الأيام، لا نعرف ستة أيام يعني، لكن لا نعرف مقدارها بالتحديد. طيب هو ربنا مش قادر إن يخلق السماوات والأرض في لمحة؟ قادر، لكن الله أعلم الحكم الإلهية التي وراء ذلك الأمر، دي أمور غيبية. إنما يقدر طبعا في لحظة، يقدر عز وجل أن يخلق هذا الكون، إنما لحكمة يعلمها الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعني استوى؟ لا استنى بالراحة، لما نتكلم عن صفات ربنا لازم يبقى يعني على وارتفع، على على العرش سبحانه وتعالى. طيب اقعد اقول بقى الاستواء ده عامل ازاي واتخيل؟ ها ما تخيلش. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند اللي ربنا قاله، استوى على العرش، نعلم المعنى ولكن نجهل الكيف. الكيفية ازاي؟ ما جيش اقول لك استوى على العرش زي ما انا قاعد كده، ده حرام، لا يجوز، لانك تشبه صفة الخالق بالمخلوق. انما نفهم المعنى، لان ربنا خاطبنا بلسان عربي مبين، او القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومن ثم القرآن مفهوم، لكن الحقيقة الصفة وكيفية الصفة دي اللي لا يمكن نعرفها. أي صفة من صفات ربنا لا نقدر على معرفة الكيفية، ودي قاعدة خدها في صفات ربنا كلها. عشان كده لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال ما استواء الله على العرش؟ قال الاستواء معلوم مفهوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. ما نقولش دي كناية عن مش عارف إيه، لا واجب نؤمن زي ما ربنا قال. والسؤال عنه بدعة. يعني إيه السؤال عنه بدعة؟ أنا ما أسألش، لا تسأل، بس السؤال عن الكيفية دي اللي بدعة. لكن السؤال في الدين أو في العقيدة لا حرج، بس ما تسأليش عن الكيفية، لأن لا يمكن أن يقدر مخلوق أن يعرف الكيفية، لأن الله ليس له نظير لكي نقيس عليه سبحانه وتعالى. ولا نقدر أن نصف الله إلا بصفات أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله، لأن ربنا هو الذي علمنا صفاته، هو اللي أرشدنا إليه، ومن ثم لا نتكلم في صفات الله إلا بما تكلم به الله عز وجل. تقولش بقى أصل ربنا حنين، أصل ربنا مش عارف إيه، بتقولش أي صفة ربنا ما ذكرهاش. ليه؟ تأدبا مع الله. لأن ممكن تقول صفة جيدة في حق المخلوق تكون صفة نقص في حق الخالق. زي واحد مرة كاتب يقول لك والله تبارك وتعالى هو المهندس العظيم الذي هندس هذه الدنيا. ينفع نقول عبدنا مهندس؟ ما ينفعش، ده جهل بصفات ربنا. تقول لي انا قصدي مدح. انت قصدك مدح، لكن قد تسيء الى الله.
طب ننجو ازاي من القضية دي؟ ما تقولش صفة اللي ربنا قالها. ثم استوى على العرش. وطبعا لو عدنا نتكلم بقى عن العرش، هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات. أقولك بث أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وأثر صحيح صححه الإمام الذهبي والإمام ابن القيم، وهو ينام عن ابن مسعود لكن له حكم الرفع كما قال ابن عثيمين، لأن هذا لا يقال بالرأي، ده غيب، فأكيد هو من كلام أو علم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها 500 عام، كل سماء الأولى للتانية 500 سنة، وبين السماء التانية والتالتة 500 سنة، والسماء التالتة للرابعة بينهم 500 سنة. أنت متخيل دي السماء الدنيا فين؟ ده تحت خالص بقى. والسماء الخامسة للسادسة 500 سنة، والسادسة للسبعة 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، لأن وكان عرشه على الماء، وبين والعرش فوق الماء، العرش فوق كل هذه السماوات، والله فوق العرش يعلم أحوال عباده سبحانه وتعالى. يبقى أنت بقى يا اللي بتقول لي عايز أعرف حقيقة الصفة، أقولك أنت تقدر تتخيل العرش أصلا وده من مخلوقات الله، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، ده حاجة تزلزل قلبك من المهابة والعظم. يدبر الأمر، شوف كلمة يدبر الأمر. طب حاولك مثال في يدبر الأمر من القرآن: وما من دابة إلا على الله رزقها. فهمت بقى يعني يدبر الأمر؟ فيش حاجة خارجة عن مراد الله عز وجل وعن تدبير الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم. مش اللي يقول لك الإله مات 3 أيام ثم قام بعد 3 أيام، 3 أيام الكل ما كانش في ربنا 3 أيام. لا تأخذه سنة ولا نوم، لن تجد الإله بصفات التعظيم إلا في دين الإسلام. أي دين آخر صفات الإله مليئة بالنقص لأن كتبهم محرفة. يعني صفات الكاملة للإله لن تجدها إلا في الإسلام. هتجد عندهم حتى غير المسلمين لما يجي يتكلم عن ربنا بيتكلموا بطريقة كانوا بيتكلموا واحد صاحبه: أنا زعلان منك يا رب، أنا مستني يا رب تكبر خاطري. وتلاقي كده حتى في كتبهم أو في مقالاتهم سوء أدب شديد مع الله عز وجل. إذا كان نسبوا ربنا الولد فمتوقع منهم إيه؟ إنما في المسلمين يعبدون الإله الكامل. يدبر الأمر، مفيش حاجة خارجة عن تدبير ربنا عز وجل. ولذلك المسلم يتوكل على الله عز وجل لأنه يتوكل على الحي الذي لا يموت والذي يدبر الأمور كلها. مفيش حاجة ربنا ما يعلمهاش وسايبها لحد، سايبها الملك ولا الإنس، أبدا، كل شيء بتدبيره هو. فأنت تعبان ليه؟ أنت كل قضيتك في الأخذ بالأسباب بس، أما النتائج فلا تشغل بالك بها، لأن مين بيدبر الأمر؟ الله. وأنت عملت اللي ربنا أمرك بيه، مش لاقي شغل بتسعى، هو ده اللي ربنا أمرك بيه، أخذ بالأسباب. النتيجة بقى مش بتاعتك خالص، وده معنى التوكل، أخذ الأسباب بالجوارح وقطعها عن القلب. بروح وباجي وبتحرك لكن قلبي مستقر مطمئن، مش شاغل نفسه بشيء، لأنه متوكل على الذي يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أصل الكفار بيعبدوا الأصنام ويقولوا هي دي اللي هتشفع لنا،
فربنا بيذكرهم لن يشفع احد عند الله الا اذا اذن الله عز وجل. لحسن تفتكروا انتوا هتشفعوا غصب عن ربنا. المخلوق ممكن حد يشفع غصب عنه، تبقى انت قاعد في الشغل واحد يجي لك يقول لك معلش خلص لي المصلحه دي، فانت بقى لا مش عارفه، فيجي لك واحد مديرك مثلا يقول لك اه خلص لي الموضوع ده، وانت لا عايز تقوم ولا عايز تتحرك ولا عايز تساعده، فانت شفعت له ايه؟ غصب عنك. ده ممكن يحصل بين المخلوقين، لكن ده ما يحصلش ابدا مع ربنا عز وجل. ما ينفعش حد يشفع الا باذنه، هو اللي ياذن لمين يشفع ويكون راضي عن اللي بيشفع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. مش تقول هشفع يا رب ما حتى لو انت ما ينفعش، امال هو الاله ازاي؟ فالنفع والضر بيد الله، تقليب القلوب بيد الله، وما فيش شيء يحصل الا باذن الله. حتى الشفاعه اللي هي يا ربي يعني افعل كذا لما يأذن ربنا، يعني ما فيش حد يملك اماته ولا احياء ولا ضر ولا نفع من غير الله عز وجل. اصنام، اولياء، اضرحه، قبور، حتى دول كلهم ما يملكوش حتى اللي هم يشفعوا عند ربنا الا اذا اذن الله. مش تقول هو قادر ويحيي ويميت ولا يجيب الدعاء ولا يطلب منه المدد، دول يا ابني اصلا ما ينفعش حتى يدعو ربنا الا اذا اذن الله عز وجل له. ما انت عمال تعبد في اللات والعزى وتقول شفعاؤنا عند الله، ومين قال لك انهم هيشفعوا؟ ربنا لن ياذن لهم، لانه ما من شفيع الا من بعد اذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هو الذي يعبد لانه هو الذي يملك هذه الصفات الكامله. انما تعبد الحسين ليه؟ خلق ايه من الكون؟ وتعبد البدوي ليه؟ وتطلب منه المدد ليه؟ وتعبد المسيح ليه؟ وتعبد الاولياء ليه؟ يملكون ايه من صفات العظمه التي انفرد بها الله عز وجل؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه، هو الذي يعبد لا احدا سواه. لا يشرك بعبادته شيء، ربنا لا يقبل ان حتى تعبد ربنا مع حد تاني، ما ينفعش. وهم الكفار كانوا عارفين ان ربنا الخالق والرازق، فربنا يذكرهم ان ما دمتم تؤمنون بان الله هو الذي خلق ويدبر الامر، اذن هو الذي يوحد بالعباده وارسل رسله لهذه القضيه المهمه. ما دمتم بتوحدوا الله توحيد ربوبيه، يبقى لازم يتبع ذلك توحيد الوهيه. توحيد ربوبيه يعني ربنا خالق رازق مدبر، توحيد الوهيه لا يعبد الا الله عز وجل. انما تاخد جزء وتسيب جزء ده شرك بالله عز وجل. ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون، يعني افلا تتعظون.